Poisoning. America are poisoning, and she may are poisoning America or China. I'm going to ask that someone في بلدنا أخرها عملي. أنا من أهم الأسباب في البداية إن أكثر حالات التسمم في مصر هيكون سببها هو food poisoning. When the chemicals with drugs and other causes will be all the other causes not to be mentioned. لكن بس عملية بس على جوجل وجدت إن النتائج مختلفة. حسب تصريح كنت قريته في نزلة الرومان الأبرام شهر مايو 2018 إن أكثر سبب بيمثل أكثر من 40% من حالات التسمم اللي بتروح لمراكز السمعة مستوى مصر والتصريح كان على لسان مدير هذه المراكز أكثر من 40% من هذه الحالات هي أسباب الدراكس بويزنينج. بعدها بيجي البيستسايد المهملات الحشرية بتمثل حوالي 30%. بعد كده الفود بويزنينج وبتيجي الكيميكالز في المرحلة الأخيرة وفي أذر كوزز هتنطق في ماشي. الدراكس برضه من الاستاتيك الداتا اللي أنا قريتها وشغلت انتباهي خلال شهور جون جولاي وأوغست في زيادة في معدلات التسمم اللي بتوصل لمراكز السموم بسبب الدراكس. يا ترى في حد عنده تفسير لزيادة المعدلات خلال هذه الشهور؟ لا السبب هو نتائج الثانوية العامة حسب الناس اللي عملوا هذه الدراسة خلال الفترة دي طبعا الستودنتس بيكون حاطين ستريس مش طبيعي بس المعنى هنا ان هو مش لازم مثلا ياخد جرعة اوكي كونسنتريت مش ياخد جرعة مثلا عايز يموت او عايز يرتاح هو مثلا تعرض ستريس جامد حاسس ان هو في ضغط عالي بيكون مش على أدوية الأدوية اللي بتزيد منه فترة بيحصل ان هو يتعرض لحالة تسمم في الشهور دي كأن دي حسيت ان هي مهمة اقول لكم عليها. انا دلوقتي هتكلم عن اهم الادويه اللي بتؤدي للتسمم على مستوى مصر. هنقسمه لمجموعتين هما زي الفوست بورد التاني. اول حاجه الاو تي سي، ثاني حاجه هنتكلم عن الاوبيويدز. تعرف التوكسيك دوز بتاعتها اوف كورس بتختلف من التشايلد للقلق. على مستوى التشايلد هسيب لكم حبايه واحده اللي هو يدوب يعني من الدوز بتاعه قليله تكون حوالي 150 ملي جرام لكل كيلو جرام. لكن على مستوى الأدلت بس بدل حباية وثلاث حبايات فبتبقى 6 جرام. طيب أنا يهمني جدا في الدراج بويزنج إن أنا أحفظ الداتا برزنتيشن أوف إيش دراج بويزنج عشان كده هعمل لكم كل كلمة برزنتيشن على ستيكر أحمر كده بنسموه كده. الأيرلي بيكون بي إن دي أنا سبيشاليز 24 فور 8 أورز بيبدأ عندي لو هو أحمر التوكسيك دوز بتاع الأسيت أمينوفين هيحصل له أكيوت ليفر فيلر و the consequences of this failure ممكن يحصل على particular failure والتفرغ. يهمني احفظ البرزنتيشن قوي لان هيساعدني دوت المين ستيب ان البري هوسبيتال مانجمنت اوف ذيس كيسز. طيب البري هوسبيتال مانجمنت اول حاجه على طول البرزنتيشن بس لكم الفكره الاحلى معناها ان هو حاجه مهمه وفي البورده الصغيره اللي هنقسمها دايما مع كل البري هوسبيتال مانجمنت اوف ايتش بويزن وهكتب عليها ثلاث كلمات دايما تشيك فايتال ساينز. تشيك فايتال ساينز مش هتكلم عنها بالتفصيل لان زمان امبارح ودلوقتي ديسكاست سو اول تشيك فايتال ساينز الاي بي سي ما تنساهاش اهم حاجه في اي حاله بويزن. طيب بعد كده هيبقى عندك الدياجنوستيك كيس. مجرد انك تكون عارف الحاله دي اتسممت ايه بالظبط ده هيفرق جدا. يعني في فرق ان انا اتكلم امرجنسي اروح اعرف في عندي حاله تسمم وفي فرق اتكلم عن حاله تسمم تسمم بالاسم اسيت امينو فان ده هيفرق معاهم بعد كده ان هم مستنيين هناك الانتي دوت هيبقى البروجنوزس بيتر. طب تشخيص الحاله محدش يستهتر بيه دي مش حاجه قليله. الاكتيفيتد شاركول النهارده بقى حاجه مهمه موجوده في كل بيت. الاكتيفيتد شاركول موجود في الصيدليات عباره عن حبوب سوداء بنحطها في ميه بنروحها ونشربها للعيان. سبونتينيوس بومبنج يعني كده مخصوص عشان نلغي المصطلح السائد ان اي حاجه تسمم اول حاجه بعملها اخليها induced vomiting. Induced vomiting ده هو الثيوري او according to the new guidelines not recommended. طيب هنتكلم عن كده عن الاو تي سي الاسبرين برضه بتاعته كل البيوت كل واحد اي حاجه ياخده على طول. التوكسيك دوز بتاعته تقسيمه التوكسيك دوز هنا مش هتكون لتشيل وعضله هتكون مختلفه المايلد انتوكسيكيشن من 150 ملي جرام لكل كيلو جرام السيفير تقريبا بتكون الدور بتاعها حوالي 300 ملي جرام لكل كيلو جرام. طيب يهمني قوي ان انا اعرف تاني البرزنتيشن احنا بنركب الالوان الفوشيا الالوان اللي بحبها قوي
في الانتر برزنتيشن مثلا clinical presentation of aspirin overdose. في اول حاجه عندي restlessness, irritability, excess and organized thought, feeling fear. المهم هي CNS manifestation. عرفوني هي CNS manifestation. بعد كده بعد ده vision, uncontrollable shaking seizures. بيكون عندنا decreased coordination. انك تحفظ الرسمه دي تثبتها في دماغك هتفرق معاك قوي ان انت diagnose that this case is aspirin overdose. طيب انت شخصت البري هوسبيتال مانجمنت برضه هنشوف العدد هنحط البورد بتاعتنا اللي بنتكلم فيها اول حاجه تشيك فايتال ساينز دايجنوستيكيز والاكتيفيتي تشارجر مره ثانيه. اوكي المجموعه الثانيه الاوبيويد والاوبيويد من الحاجات اللي شدت انتباهي فيها ان في دراج معين تخيلوا اكثر من 50% من حالات تسمم الدواء في مصر تيجي مصرين بهذا الدواء. حد عنده اي ايه بيكون ايه منظر العيان قدامي؟ هنبقى عندنا التريات الشهيره بين البارت كيبل وستارز ديبريشن اند سي ان اس ديبريشن. طيب واحد يقول لي ترادول ايه علاقته بده؟ هقول له ترادول هيكون زيه لكن مفهوش بين بارت كيبل. بري هوسبيتال مانجمنت مره ثانيه رول اوف يو ويل بي ليرند بس اسبريتيكال هقول اول حاجه شفتها ساينس ما عادش بكرر عليها ان انت تشوف بني ادم مغمى عليه انك تخش وتشوف نفسه وكده اهم انك تفضل واقف ما تعملش اي حاجه. تشيك فايتال ساينس وبعد كده الدايجنوست كيس على طريقه اللي احنا قلناها والاكتيفيتد شاركول قلنا اصبح حاجه مهمه جدا لازم تبقى موجوده معاكم. طيب ثاني حاجه البيستسايدز اهم مركبين في المنتجات الحشريه الاورجانوفوسفيت والكربامين كلينيكال برزنتيشن هي لها نمونيك وليها برضه مصطلح كده بحيث الناس يقولون عليها على طول ان العيان بيكون غرقان في الفازر. طيب العيان بيكون غرقان امتى؟ يعني بعد قد ايه من التعرض للاورجانوفوسفيت. ده بيختلف على حسب طريقه التعرض دي، بمعنى ان انا ممكن يكون عندي تعرض يعني الاعراض تظهر عندي بعد 1.2 hours after exposure، لو كان التعرض ايه؟ حصل له ingestion or inhalation. Maybe delayed او كان الاكسبوجر كان عن طريق السكن. وبالتالي انا عندي الاعراض هقسمها ماسكرينيك، ثلاث حاجات برضه ماسكرينيك، نيكوتينيك وسي ان اس. طبعا الناس اللي قدامكم دمبلز دي بتنقص عندنا الكلينيكال مانيفستيشن بيكون عنده دايريا يورينيشن ايوزس برونكوسبازم اند بريكارديا ايمسس لايك ريميشن اند سايفيشن. بعد كده هنلاحظ كلها الفازات وبالتالي الدكاتره بتوع يقولوا لك العيان ده غرقان في الفازات. طيب بري هوسبيتال مانجمنت هنشوفها مره كمان تشيك فاينل ساينس اوكي. بعد كده الاستيكر الاحمر اللي هنقول عليه هنعمل ايه بالظبط؟ طيب بوست بيس تيك كير تيك كير ليه؟ الاورجانوفوسفيت لو تروح تتعرض له للسكن بتاعه في تجربه الاورجانوفوسفيت ممكن يحصل لك بويزنج عن طريق السكن تمام؟ طب واحد هيقول لي اعمل ايه؟ كلابس تيك كير انت دلوقتي استنتج على زي بوست بيس يعني انت شفت المنظر قدامك الكريكال مانيفستيشن ده احنا حفظناه في الدمبلز قدرت تعرف المعيان دوت خلاص الجامد فيه خلاص تيك كير اعمل خطر بعد كده تقرب منه شوف تعمل له تشيك اب في حاله تكون نوع من الاكسبوجر سكن اور اي اور انجستشن نعمله ايه؟ في حاله السكن عندي واش كلوز اند سكن وذ ووتر اند سوب الصابون مهم قوي لانه بيعادل الماده اللي مصممها الموجوده في الاورجانيزم فيه الاي عند لها ايريجيشن ميه حنفيه واحد انت عارف النوعين بتاع الاورجانيزم فيه واحد يقول لي طب واحد ايه اللي جابه بس في عينه يعني هتعمل ايه بالظبط؟ الفلاح لو كان في سكيت بويزنج منتشر جدا في بتاع الفلاحين وهو اللي بيرش كيماوي مثلا بيرش عكس اتجاه الجيب وهو بيرش بيجي الهواء بيقطع في عينه بيقطعه في بقه تاني يعمل له انفيشن على السكيب
وبالتالي انت اتغيرت عن ستيم والقايد والاندستري دوت في ايه بقى؟ الفلاحين. بمعنى هو اعتبره اوبريشنال اكسبوجر. لكن ده ما يمنعش برضه الاطفال في البيت ممكن يتعرضوا له ان هم ياكلوا خضار مش مقصود كويس او كلام من ده. طيب الانجستشن برضه هنقول ايه؟ عن حاجه زي التشاركل اصبح ضروره النهارده لكل حد فينا يبقى موجود في البيت على الاقل. ودونت انجست بوركينج زي ما قلنا اول التيميكالز اللي هتكلم فيها على الجهاز بشكل عام يعني اهم نقطه فيها هي الجازز بتتكلم عن كل التيميكالز. هتكلم في الجهاز عن حاجتين الكربون مونوكسيد وطبعا اهم واحد الكربون مونوكسيد اسمه ذا سايلنت كيلر القاتل الصامت لان الكربون مونوكسيد اساسا ملوش ريحه ملوش لون مالوش ريديشن انا فاكر ممكن تصعد المانيفستيشن حتى لو ما حسيتش التأثير يعني مثلا عكس مثلا زمزم الدموع بتحس بأي راديشن انك تشمل حاجة دورك لا مفيش أي تأثير دي غير إن فجأة تظهر الأعراض عليك وبتقع الحاجة بتاعته وعربية لسه شغالة الفيوم اللي بيطلع من العربية بقى يعني السي أو الشوايات السخانات المية اللي شغالة بالغاز أو حتى الخفايات اللي شغالة بالغاز كل دي مصادر للسي أو بويزن. فين كمانيفستيشن؟ هسيبها لكم بالتدريج هيديك نوجيا دزنس breathlessness, collapse, and after subconscious. هو التقليل اللي تعرضه في الكربون مونوكسيد على حسب الكمية اللي تعرضها بتكون severity of this manifestation. فالإضافة ما ينساش أهم حاجة مميز جدا للكربون مونوكسيد plus cherry red skin. اوكي البري هوسبيتال مانجمنت انا شخصت الحالة hold your breath. انت دلوقتي دخلت مزرعة او مكان already في حالة كده وانت تتوقع ان هي سيرو بويزنينج خاف على نفسك بعد كده يكون ذا فيكتم اواي تو ادوت انتبريت كاريا لان الاكسجين هو الانتيدوت للسي او كده لو فرضت عليها كتير انا هديله 100% اكسجين فود بويزن كانت تاني فيها حاجه مهمه جدا وعرضناها حتى اليومين اللي فاتوا كونسيوليزم اهم مصادر الكونسيوليزم عندي سي او بس انا حضرته اني كان فود از ميبي سورس فور كونسيوليزم تمام هاي فاليابيلتي from few hours even to few days. طبعا قال لي ايه ان في ناس بالسيفيك لكن بعد كده هسيبكم ساعه جنب الكونسبت اوف نيورولوجيكال سيمبتومز لان طبعا مش لازم نيورولوجيكال مينلي عشان تعرف الساعه دي ان في فاريابيلتي في وقت الجوز المانيفستيشن. اوكي بتبدا المانيفستيشن ان ديسندنج مانر يكون عندي اول حاجه ديبلوبيا تمام ذن تروزس البيوب اللي عندي بتكون سلاجش رياكتيف التفاعل بتاعها بيكون اقل من الطبيعي طبعا كلها سكريتال مانيفستيشن بيحصل عندي المسلس اوف سبيتش ارتكيوليشن بيحصل فيها مشاكل او عضلات بتاثرت وبالتالي هيحصل عندي ديس ارتكيوليشن على مستوى اللاركس اند فاركس هيكون في عندي ديسفاجيا اند ديسفوريا. اوكي اهم حاجه في المانيفستيشن هيكون من فوق لتحت تكون ان ديسيندنج بارينيال باسس فروم اباف داون وورد في حضور انا حاولت اعملها افضل صوره علشان تضل حضور الانتيدوت اللي هو اسمه الفولي فيلن فاكسين تمام هنعمل زوم اوت كتير ونشوف الشكل العام للبرزنتيشن كله اوه بره. اتمنى ان انتم تكونوا عرفتوا الملخص بتاع كل حاجه دي قدامكم هنا مصر اللي بيحصل فيها كل نوع بنعمله ايه بنشخصه ازاي وشكرا